مرور مشى في الكرة، التغطية حاضرة الدفاعية تصل عند صامويل، صامويل خطير، صامويل صامويل، الله الله، جول 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 ثاني، جول ثاني، جول ثاني للفيحاء عن طريق صامويل أوسو بلمسة فنية رائعة، يأتي الهدف الثاني في الدقيقة 76 من مجريات شوط المباراة الثاني عن طريق صامويل أوسو. صامويل هو من يضيف الثاني لمصلحة فريق الفيحة بلمسة بانطلاق. عطونا اللقطة من البداية، عطونا اللقطة من البداية لكي ترون اللمسة الجميلة والانفراد الأروع من قبل صامويل، وهنا صامويل وأوتارا وردة فعل، وهنا مسلم آل